السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم سماع وحكاية، حلقة نخصصها لقصيدة تتغنى بها فرقة ابن عربي للموسيقى والسماع الصوفي، وهي قصيدة حب غيداء للإمام أبي الحسن علي الششتري. قد كساني لباس سقم وذلة، حب غيداء بالجمال مدلة، سلبتني وغيبتني عني، وغدا العقل من هواها مولى. هذه القصيدة الرائعة يشير فيها أبو الحسن علي الششتري رضوان الله عليه، كما يشير غيره من أكابر الصوفية إلى الواردات الإلهية والتنزلات الروحانية، وهؤلاء جميعا في قصائدهم يذهبون إلى القول بأن الغزل والتغزل هو اللسان الوحيد للمحبين، لأنه يشبه تغزل كل الشعراء المولهين المحبين من أمثال قيس المجنون وجميل وكثير وغيرهم، فإنهم إن تعشقوا بكون فإن الصوفية رضي الله تعالى عنهم تعشقوا بعين، والأسباب والدوافع كلها واحدة. هؤلاء ارتبطوا بمعشوقاتهم والتي لم تكن في الحقيقة إلا تجلياً حقياً، لم يروا فيه هذا التجلي وإنما احتجب عنهم بمعشوقاتهم، والصوفية رضي الله عنهم تعشقوا بعين فلم يحبوا إلا الواحد الأحد الفرد الصمد. هذا ما أراده أبو الحسن الششتري من هذه القصيدة، وما حكاه غيره عن هذه المحبة من هذا الجانب في قصائدهم. نبقى مع قد كساني لباس سقم وذلة، حب غيداء بالجمال مدلة، تؤديه فرقة ابن عربي للموسيقى والسماع الصوفي. قد كساني لباس سقم وذلة، الله الله، حب غيداء بالجمال مدلة، الله 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 الله.
الحبيب رسول الله.